نبتة الزامية الزيزي بلانت نشوفها، شريتها أنا كذي حتى كاسم المحل وكل شيء، ما شغل المحل لغاية الحين، حتى بالماي مال المحل لغاية الحين ما سويت فيها ولا شيء، مجرد أن أتابعها. قلت خلنا نشوف هل أقدر أنا أسوي نفس الطريقة، وخلنا نتابع مع بعض إذا عاشت النبتة بهذه الطريقة ولا لا. مع العلم هذه صار لها تقريبا الحين 3 أسابيع عندي، فخلنا نشوف الطريقة شلون نقلتها من تربة إلى ماي عشان أسوي نفس هذه الطريقة. تابعوني. أرحب فيكم مشاهديني، وأهلا أصدقائي، وحي الله من رجع يتابعني. موضوعنا اليوم الزيزي بلانت أو الزامية، اللي الكل قاعد يستفسر عنها، الكل قاعد يسأل عنها، الكل يقول شلون نجذر شلون نكثر. يعني هي مو من النباتات اللي تكبر بسرعة، هي نبتة بطيئة النمو، فما بال التجذير يعني. والتجذير أنا قاعد أشوفه أنه هو وايد ناس نجحت فيه، إنهم يجذرون بالماء، يجذرون بالتقسيم، يجذرون من البطاطا التجذير قاعد يصير. فالحمد لله ناس وايد نجحت عندهم الطريقة، أنا للأسف حاولت تكرارا ومرارا وما قدرت أن تضبط معي. يعني دائما أن الساق يعفن معي أو إسا، لأن أنا يعني اللي جربته أن أنا كنت أقص الساق كذي أو يكون هو مقصوص وجاهز، لأنه طايح يكون يكون طايح بالمحل وشي، وهذا فيكون بس كذي يخترب. في ناس تقص من الأوراق، يقصصون أوراق كذي، يقصصون أوراق ونجحت معهم ما شاء الله. يعني أنا للأمانة ما نفعت معي أنا، لكن اللي قدرت أسوي معاها إن أنا قدرت أنقذها أكثر من مرة الحمد لله. صارت عندي بالإنقاذ أسهل، أسهل من إني أنا أجذر. مثل هذه الحين عندي تجذير إنقاذ، البطاطا داخل موجودة نشوفها، وحطتها في تربة، وعندي منها وايد يعني اللي نجحوا معاي فعلا طلعت ساق طويل، لأن هي مو هذا اللي راح يطلع، راح تطلع أوراق من تحت، الأوراق الجديدة تطلع من تحت من البطاطا، والحمد لله كبروا وصاروا زينين. إنقاذ يعتبر، ما يعتبر تجذير. بس إن أنا يعني وايد سألت عايشة التجذير بالماي، عايشة التجذير بالماي، محاولات اللي سويتها ما فادت، يعني دائما تخترب هذا. لكن ذاك اليوم رحت بمحل عندنا هني بسواق الجرين، رحت ولا أشوف عندهم وحدة كاهي بالماي محطوطة وبطاطتها موجودة والجذور موجودة، خلينا نشيل هذا اللي يبين كذي، البطاطا موجودة ومطلعة جذور والأمور طيبة، كل شيء فيها حلو. قاعدة أشوف هم حاطين ثنتين الحين توني، قاعد خلينا نشوف، خلينا نطلع. ترى ما طلعتها من خذيتها، يعني كنت محافظة على شكلها هذا، الحين وياكم أول مرة أطلعها من الحوض. خلينا نشوف جذورها كلها مائية، جذورها كلها مائية، البطاطا أوكي موجودة، يعني حلو حلو. أظن أن هذا بوز حق ورقة ثانية، خلنا نشوف. يلا كا الماي، يعني أنا ما غيرته، ما سويت له ولا شيء، يعني لغاية الحين أنا متبعة معاها الطريقة مالتي، إن أنا أنطرها إن هي يتغير لونها، يتغير لون الماي أو ينقص، علشان إن أنا أبدل أو أزيده. فخلنا نشوف، خلنا نشوف معاكم، شوفوا الجذور ممتازة والبطاطا كاهي جاهزة موجودة. هني هي البطاطا لو بتشوفون شكلها كأنها ثنتين، هذه واحدة صغيرة مني وهذه واحدة كبيرة، الصغيرة طالعة كذي، والكبيرة هي اللي فيها أظن أن هذا ساق حق ورقة ثانية، هذا ساق حق ورقة ثانية أكاهو. زينة يعني الحين تقريبا داش على 3 أسابيع عندي من خذيتها ما سويت لها شيء. نشوف الثانية، خرد هذه الثانية كاهي وكاهي
شوفها نفس الفكرة هذي لهما، وقاعد يطلع لها بوز من هني مع جذور جديدة وكل شيء. فيعني الأمانة يعني أنا قلت لهم شلون سويته وهذا، ما حبوا إنهم يشاركون المعلومة، بس إن هم يعني شاطرين بهذه المسألة. أوكي يعني كل واحد يقدر يصير شاطر بشيء عادي جدا، كل واحد يمتاز بميزة صح، ما نزعل. حلو، فكاهي رديتها والماي نشوفه شلون لونه، بدأ إنه هو يتغير لونه بدأ، فمحتاجة إني أنا أغير لها مايها. لكن مو هذا موضوعنا، لأن كذلك وصلني سؤال من المتابعين، دشولي بالإنستغرام وكلموني هني على اليوتيوب. هذا أي ما أدري شنو، ما شنو حايشني هنا. أوكي، إن نبي نطلع النبتة من التربة وننقلها إلى ماي، هو هذا موضوع اليوم. هني تشوفونهم هذه ما شاء الله جميلة حلوة، يعني أنا حبيتهم وايد. و... و لا لا مو هذه، مو هذه، لا مو هذه، لحظة عفوا عفوا. هذه أول وحدة كبيرة عندي، أول وحدة كبيرة عندي، نشوفها شلون صارت لأنها صارت كبيرة. وايد أنا قصصت منها اللي يكونون تعبانين، مبين مكان القص. والحين معاكم بعد راح أبطل من هذا يعني عشان إن أمسكهم مع بعض ونشوف ترجع إذا بهذا الشكل، ترجع لا ما ترجع شلون عيل، نقصها الحل بالقص. نشوف بعدين نشوفها بحوضها هذه. أنا أدري شنو مشكلتها، أنا أدري إن هي تشرب بالسنة 4 مرات مثل ما أنا قلت، والكل قال لي ها. زين، لأن مثل ما كلنا ندري إن هي فيها هذيلة البطاطات اللي داخل، اللي يعرف اسمهم الثاني مو بطاط يكتب لي شنو هو، لأن أدري بتصححوا اللي بتقولوا لي مو بطاطات، فاللي يقول لي مو بطاطات يقول لي الاسم بالكومنتات، خلونا شوية نسولف بالكومنتات. أي لا تطيحي من كذي كتربطتها. فحتى نشوف إن شكل الحوض، شكل الحوض شوفون شكل الحوض، خلاص مو مدور، متروسة من داخل كلها هي من داخل، وطاحوا هذي لوايد، طاحوا منها بهذه الطريقة إنهم يصفرون، ومو سقيم أنا، لأن أنا ما أسقيها وايد، هذا لأنها بين النباتات. يعني شفتوا النباتات اللي هني اللي وراي، هي بينهم، وهذا غلط صار، إن هي ما عجبها الرطوبة الزايدة اللي حاشتها فقاعدة تصير بهذا الشكل. هذيلة هذه مستانسة والحمد لله حلوة، وكذلك هذه مستانسة حلوة، لأن هم قاعدين بروحهم، يعني النباتات مو مغطية عليهم ولا 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 هم صوب النباتات. فهذه لأنها بزاوية بروحها فمرتاحة، وفيها بيبيات وايد، فيها نموات، نشوف هذيلا اثنين، وفي تحت بعد ما شاء الله متروسة ما راح أعد، وهذه كذلك متروسة لأن ما عندها نباتات، ما في داير مدارها نباتات، فما عندها رطوبة في الجو، ما عندها شيء، فمرتاحين ومستانسين. هذه اللي هي موضوعنا اليوم، اللي راح نشوف شو سالفتها بين النباتات، قاعدة بين النباتات. فيعني عقب هالعمر هذا كله لما حاشتها الرطوبة قطت أوراقها، ممكن شوية توخرين شوية حبيبتي، بس انت Thank you. أوكي، فأنا جايبة هذا عشان يجمع فيه التراب، لأن الحين راح نفتح مع بعض ونشوف من داخل شنو. خلونا نشوف إذا قدرت أطلعها، لأن هي نشوفها ماخذة المكان كله، نشوفها هذا كله هي ماخذة المكان كله، البطاطات مسيطرة. فخلنا أحاول أطلعها، ما أبي أكسرها، لا ما يصير. شلون طلعج؟ خلينا نشوف شلون طلعج، حاول بالقلم، هذا القلم مال الدفتر. خلينا نشوف، خلينا نشوف اذا يمكن 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 ان انا معنها، يعني فيها نشوف فيها، هذه جديده قاعد تطلع، بس ابيها تطلع هي من هذا الحوض.
قبل لا ان تتكسر هذيل، فشكله لا، راح اقص الحوض، احاول هنا اقصه والله. وفيها جذور من تحت بعد، فيها جذور من تحت طالعه، بس ابي اطلعها هي من الحوض. افتح كذي هنشوف شنو. هذه ترى من زمان عندي، قديمه قديمه، اول مره الحين افتحها من التربه، تربه المحل. اوه ما شاء الله، تربه المحل، حوض المحل. الحين كذي اللي يبي ينقلونها من ما من تربه الى ماي، اول شيء نسوي كذي اوكي، ونطلع عنها الصغار. ما اقدر شكله اوكي، خلنا نفتح. اوه انا خايف انها هذه تطيح. تمام ما شاء الله، كل شيء حلو، كل شيء ممتاز. هذه البطاطا شكبرها تشوفون، تربتها بتموس فاضي، يمسك الرطوبة. وكل هذيلة كا قاعدة نظفها وياكم. أول مرة صراحة أفتح هذه، أول مرة من سنين عندي قاعدة أشيل كل شيء يطيح، كل شيء سهل إنه يطيح. وبعدين راح أوديها أغسلها عن التربة، عشان إذا حطيتها في الماي ما يطلع الماي فيه تراب. فهذه هي، يلا كاهي، هذه أول واحدة طلعت وياي، نشوفها البيبية وياها، وهذه هي كلها. خلينا نشوف الثانية، هذه أوكي، وخلينا نشوف الثانية، هذه اللي ماتت، نشوفها صفرة. والبطاطا والله ما لها قصص، اسويها شبس. هذه مو محتاجينها، تشوفونها مو محتاجينها، هذه زبالة. تمت هذه كذي. انا صراحة وايد سويت كذي، يعني مو بحاجتها، بس نبي نشوفها. نشوف ما شاء الله البطاطا كبيرة، وإذا فيها نمو جديد. لا عندي وايد الأمانة مو محتاجتها، بس هذه تطلع، ترى تطلع. عندي وايد، أنا يعني عندي وايد كذي ناطرتهم إن هم يستوون. فتمت هذه لأن فيها ورقة فأبيها، لكن راح أنظفها من كل شيء واغسلها. خل ننزل شويه. تبون الامانه يعني انا لاحظت ان الخمس فيديوهات اللي طافوا او هذا كلهم مدتهم طويله، يعني سوري، كان وايد كلام وايد شرح وهذا، وخذ الفيديو قاعد ياخذون وقت طويل، فاحاول ان هذا ان انا اقلل من وقته، عشان بس وايد فيديوهات طويله قاعد تصير، فاحاول الحين ان انا أقصر من الوقت. قاعد أحاول يعني، إذا هو الموضوع يتطلب إنه يكون الفيديو طويل بعد شو أسوي. فكاهي قاعد أنظفها تشوفون، أشيل منها كل شيء تالف وكل شيء خربان. أنا قاعد توصلني أسئلة وايد، يقولون لي الورقة صارت صفرة شنو أسوي؟ ما راح ترجع الورقة صارت صفرة، الورقة صارت بنية، الجذور صارت ذبلانة، ما راح يرجعون. فالأفضل إن إحنا ننظف 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 ننظف، وإذا لنا طولة بال راح هي تطلع ورقة جديدة، راح مع اهتمامنا ورعايتنا ومتابعة السقي إن ما نغرق النبتة، راح ترجع النبتة. بس إن الورقة الصفرة ترجع أو الورقة تالفة راح ترجع، لا ما يرجعون. خلاص إذا صارت صفرة نشيلها، إذا صارت بنية نقصها. فالحين هذين الثنتين يبون يروحون ينقسلون. يعني مثلا هذه عايشة صارت كذي الورقة، شو أسوي شنو الحل؟ قص على طول.
مقص. الورقه صار فيها شيء، شنو اسوي؟ نشيل. فاوديها واغسلها، يعني هذه طاحت الورقه، حتى الورقه خضراء زينه ما فيها شيء، شنو اسوي فيهم؟ شيل، ننظف بس. ماكو حل. ما حد لحد يقول لكم ان لما تمسحينها وتحطين لها وما شنو راح ترد خضراء، ما في. كان هي النبته نفسها ما قطت الاوراق الصفراء، يعني موسم الخريف، موسم هذا نفس هذه الورقه، لا هذا يعني موسم الخريف، وهذا مو قاعد يطيحون اوراق صفراء يدج الهواء النبته وما يطيح منها الا الاصفر ولا هذا. إيه الاخضر بتم ثابت، ما الاخضر بتم ثابت، النبته تبي الاصفر والخربان والتالف اللي قاعد يطيح ويدج الهواء، فشلون راح يرجع؟ ما راح يرجع. المهم عندي بعد واحده هم، هذه مو قديمه حيل لكن هم صار يعني ترى والله يعني حتى بعض الساعات ناخذهم من المحل يعني يكونون تعبانين اساسا، يعني مو قويين حتى لو ناخذهم من المحل للاسف يعني. فهذه انا مسويتها، هذه انا ناقدتها. هذا الانقاذ يعني، ها قدامكم كل شيء قاعد يطيح، ماكو شيء زين. عرفتها من التربة لأن هذه التربة مالتي. فبطاطا لا، وهذه في ناس تعرف تجدرها، أنا صراحة ما أعرف. بس شو رأيكم نخليها تجربة؟ خل نخليها تجربة. إنزين هذه ممتازة، هذه ممتازة ما فيها شيء، حلوة. البطاطا ممتازة. أوكي الحين شنو؟ خلونا نشتغل عليهم. عندي بعد نبتة زيزي ريفن اللي هي أختها اللي لونها أسود، كذلك شفت أن هي وضعها شوية ضعيف، وهذا راح أسويها معاهم ننظفها، راح أجيبها الحين وبيب الأشياءات اللي راح نكمل فيها شغل. خلينا نشوف، هذا كله زبالة، هذا كله زبالة ما أبي هذا، وهذا زبالة، وهذا زبالة. حلو، وسخنا الطاولة، يلا خلينا نجرب هذه نحطها وياهم. يلا خلينا نشوف. بعد التفكير والتجارب وخبرتي اتضح لي ان هي ما تبي يعني تكون واحدة بحوض كبير، هي دائما الافضل لها ان هي تكون متماسكه، يعني تشي تحب ان تكون قاعده بضيج، ما تحب ان هي يعني واحده والتربه كذي وايد راح تتضايج، راح يكون اول شيء ان يعني حزه السقي راح يكون تكون التربه وايد رطبه عليها فتعفن البطاطا، فهي تحب يعني لازم نحط اكثر من بطاطا مع بعض يكونون نفس ما سووا هما بالحوض، هذا اللي غيروا شكله من كثر ما هما قويين تغير شكله يعني هنشوف. فهي تحب هذا، تحب ان هي تكون بمكان ضيج عليها، فقلت لا ما راح اغسلهم وكذي، بس راح غسلت عندي واحده والثانيه هذه الكبار راح احطهم، واخترت يعني يا هذا الحوض او هذا الحوض، السيراميك في فتحه تصريف، حتى هذا فيه فتحة تصريف بس على جنب. وهم طبعا مو يعني هي الزيزي مو من النوع اللي احنا نصب لها ماي ونخليه تقطر كذي، هي يعني عشان البطاطات فمو محتاجة حق هذا النوع من السقي، مجرد ترطيب من فوق وراح تعيش وتستانس. فقلت لا، يعني صار عندي فكرة ثانية، فخلونا الحين هذه اللي طلعتها وياكم، قلت لا اردها لا تنكسرين، اردها بحوض اصغر من حوضها، وشلت عنها كل التعبان وهذا، ولا انا وديتها بغسلها يعني بغسلها عشان ان انا انكسرت، لا اي والله انكسرت، يلا معلش. وتم هذا بروحه. فالحين عندي انا
بس هذا بروحها، هذا اللي انا توني قاعده اقول ان هي ما تحب ان هي تكون بروحها بحوض، ف لازم احط وياها بطاطات اللي قطيتهم واردهم مره ثانيه علشان هي لا، او انه يكون حوض اصغر. ما عندي حوض اصغر، ما عندي حوض اصغر، ف لا عندي هذه مثلا. اوكي راح احط هذه وياها، مع ان هذه يعني انا كنت ناوي عليها شيء ثاني، بس يلا ما عليه. اوكي خليهم كذي، لان توني قاعد اقول ان هي تحب ان هي تكون متماسكه بمكان، ما تحب انه يكون يعني فراغات وايد علشان سالفه السقي. فجبت هذه وجبت تربه من النباتات اللي انا مثلا الحين كذي، يعني مو تظل عندي تربه، وهذا مو شرط يعني حتى في التربه مو شرط كل ساعه نروح نشتري، لا الموجود عندنا بس ننظفه من الجذور من اي شيء من عقب النباتات اللي قبل، ونزيده بيرلايت وتصير عندنا خلطه ويلا خالصين. بعد كل ساعه بنروح نشتري، كل ساعه نروح نشتري ما له داعي. وش اسمه يعني اغلب التربه مالت المحلات هي تكون بتموس يعني، نخلط الموجودين كل انا يجمعهم كل شيء، اي نبته ابدل لها التربه وابدل لها هذا احطهم كلهم مع بعض بالبوكس هذاك، وبعدين اخلطهم مع بعض حيل وازيدهم بيرلايت. واي شيء عندي زياده، عندي شو اسمه عندي هذا حجر اللكة ما حجر اللكة كذي، هذا خلاص انا ما قمت استعمله مثل ما هم يقولون، فما اقطه، اخلي انه يكون هو الخليط مال التربه مالتي علشان ان التربه تتنفس وكذي. فاخلي احط فيها كل شيء عندي، كل شيء موجود احط، حتى ما بس ما حطيت تربه، ما حطيت رمل، سوري ما حطيت رمل، احط حصى اذا لقيت عندي حصى موجود باي مكان، تيل احط عشان انه يخلي الجذور تتنفس وكذي. كاشو نشوف حجر اللكة عندي، يعني انا خلطته بالهذا بالعلبه فكذي هي الحين، بس هذا يبي له تثبيت لانه يميل، اذا خليته راح يطيح وينكسر نفس ما انكسرت هذيك، فابيهم يتماسكون. عندي هذا التيب، عندي هذا التيب، نمسكهم ببعض، اخاف ان هذه كبيره تمسك هذا، او يبي لها عصا يمكن عصاية، بس الحين انا ما جهزت لان ما ادري ان هي راح تنكسر فكذي. إيه لازم عصاية، او اسندها على الطوفه او شيء كذي، هذا ما ينفع اخاف تنكسر هذه. فخلونا نسوي لها كذي، نغطي البطاطا اهم شيء تتغطى، وسكرنا الحوض بالتربه. هذيلة ما منهم فايدة، هذيلة بس إن هما يساندون البطاطا، لكن إن الأوراق الجديدة راح تطلع من البطاطا مو من هذيلة. فهذه الحين خلصت، وأنا خايفة عليها إن هي تميل يمين ويسار وتنكسر وتطيح نفس هذيك اللي تو انكسرت، فراح أحطها هني تتسند على هذه لغاية ما نخلص الشغل اللي عندنا. بس جدي تسندي على اختك لا تطيحين. اوكي مسكوها. تمام. الحين انا قلت بالاساس ان انا ما ابي هذي، لكن تم عندي هذا فاضي. وبالتعليقات هم مره ان لما قلت لكم انا شلون بجذر وهذا، في يعني واحده من الخوات قالت لي عايشه خليها ينشف الطرف اطول فتره ممكن، لان هذا كله ماي، هذا كلامها صحيح، وهذا كله ماي، بس ان هم قاعدين بدون مصدر الماي اللي مالهم. فقالت لي خليها اسبوع على الاقل عشان ينشف هذا، وبعدين نحطها في الماي. فهذا انا الحين راح اخليه عشان لما نسوي الفيديو مال المتابعه، راح اقول لكم انه يلا خلينا نحط شو اسمه الورقه. هذا انا ما ابي
عندي واحد ثاني هم بعد ما ابي. ايه ما ابي ما ابي ما ابي اوكي ما ابي هذيل كلهم، بس خلونا نشوف. ايه هذه انا حطيتها، تغير الموضوع كله. الحين هذه نفس القصه، هذه نفس القصه الصغيره اللي انكسرت، كذلك راح انطرها بعد اسبوع لما نسوي متابعه. وهذه قاعده بروحها. هذه واحده كانت ترى نفس الشيء، كانت بطاطا، كانت بطاطا والحمد لله طلعت ورقه، بس قاعده مثل ما قلت لكم هذا هو اللي المفروض ان احنا نحط اكثر من واحده من داخل، لكن ما عاشوا يعني، هي الوحيده اللي عاشت، ف ما ابي اجازف اسوي لها اي شيء دام ان هي الحمد لله قاعده تطلع. فا اوكي خليك ونروح على الموضوع اللي احنا خلنا ننقل حق الماي. خلنا اوريكم هذه اللي غسلتها، خلنا نجيب لها حوض، انا اوريكم اللي غسلتها كاهي. ما بيها تقطر علي وانا احط كذي كاهي. هذه هي شوفوها الريفن، ان اللي تصير اوراقها باللون الاسود. نشوفها شلون كاي، غسلتها، غسلتها على قد ما اقدر، غسلتها من التراب على قد ما اقدر، وابي احطها في ماي. عندي هذا، انا مجهزه هذا، خنحطها داخل، هنحطها داخل كذي بهذا الشكل، بهذا الشكل. هم شلون مسوين؟ خلينا نشوف. ايه مخلين يعني هذا كله راح يصير ماي، نشوف مخلين بس الاوراق هي اللي طالعه البطاطا، وهذا يعني كنا بالرمل بالضبط، نفس بالرمل، نفس بالتربه، سوري يعني نفس بالتربه بالضبط. فانا جايبه ماي بعد، كاهو ماي، فراح اصب لها لغاية الاوراق، لغاية الساق. نغطي البطاطا كلها بالماي، نغطي البطاطا كلها بالماي، راح تصير كذي، راح تصير كذي كاهي، نفس الشكل اللي هم مسوينه كاهي. فان شاء الله ان هي تصير زينه. وهذه انا بعد قاعده اشوفها ان هي وايد مسويه كذي، فاذا نمسكهم مع بعض انا لازم احط هذا التيب بكل اصرار لازم احط التيب. اوكي كذي، وبس البطاطا هي اللي بالماي. اوكي تمام، شي صاروا عندي ثنتين بالماي، وعندي بطاطات كذي بس هذيله فاضين. خلينا نشوفها رطبه ولا ناشفه، لا مبين رطبه من داخل. هنعدلها نشوف اذا فيها شي تالف، هنشيله ما يزعل، افضل لها. هذه الزباله نشيل كل شيء خربان، فرصه يعني ان انا بطلتها علشان هي. اوكي نعدل لها، التربه نظيفه، فيها شويه جذور لا ينكب الماء. هذه التربة كذي، وهذه نحطها كذي. اوكي ونزيدها، نغطي البطاطا.
هي جذورها يعني كانت شوية تلفانة، فمعناتها ان التربة ممكن كانت وايد رطبة عليها. فالحين راح اعطيها شوية ماي، ومع السلامة نشوفك بعد شهرين. يعني يلا شهر 8 هذه انا اقدر اشيك عليها واقول لها ها ايش صار، ايش اخبارك، في شيء تبين شيء زيادة؟ تعال نتفح بيبه بس من فوق، هي البطاطا راح تسحب الرطوبة اللي محتاجتها. وشنو بعد نبي نسوي؟ اي نبي نغير ماي هذيج انا اسوي بعدين. اي وهذه اللي توني حاطتها خنسقيها شوية الحين قدامكم شوية بس على السطح بس. وهذيلا راح انساهم لغاية شهر 8. عشان اسقيهم مرة ثانية. وهي قليل مو محتاجة ان هي نصب لها ماي وتنزل ماي من تحت، مو محتاجة ان اصب لها ماي وتنزل من تحت، لا راح يخرب البطاطا. بس ان اثبتها هذه بعصاية او شيء واحطها في المكان المناسب لها وبس. وهذيلا بعد اسبوع راح نشيك ان شاء الله، بعد اسبوع راح نسوي فيديو مرة ثانية متابعة عن الزيزي عشان نحط هذيلا مع الماي ولا مع التربة. انتوا لما تشوفون هذا الفيديو قولوا لي احطهم بعد اسبوع، احطهم بالتربة ولا بالماي. احنا نشوفهم شنو يصير عليهم بعد اسبوع وانطر انا تعليقاتكم. وكذي مشاهديني شفنا مع بعض ان انا نقلتها من تربة الى ماي، وشيكت على النبتة اللي بالماي، وشيكت على الهذيلة، وان شاء الله راح نتابع مع بعض كل تطورات الزيزي بلانت مع بعض. اتمنى لكم متابعة ممتعة ويوم سعيد. باي.